الهدف الرئيسي للقاح ضد المرض الكورونا هو لحماية صحة وحياة الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض كوفيد-19 والمعروف بمرض الكورونا. التطعيم هو واحد من أنشط وأكثر أشكال أنواع الوقاية الفعالة من الأمراض المعدية. الهدف من التطعيم هو الوقاية من المرض أو تخفيف حدة الأعراض عند الإصابة بالمرض. سجل نفسك للتطعيم. هل تحتاج المساعدة لتسجيل نفسك؟ يمكنك الحصول على المساعدة عند الاتصال بالرقم 69-38-11-08 والضغط على رقم 3، أو يمكنك التسجيل إلكترونيا. سجل هنا. تذكر وسيلة تعريف البنك بنك اي دي. سيتم الاتصال بك من قبل طبيبك العام أو البلدية للحصول على التطعيم عندما يحين دورك. تابع صفحة البلدية الإلكترونية للمزيد من المعلومات. لا يمكنك الحضور للتطعيم إذا كان عندك أعراض الرشح أو حمى تفوق 38 درجة مئوية أو أي علامات أخرى للأمراض المعدية قبل أخذ اللقاح. قبل أخذ اللقاح يتم سؤالك إن كانت حالتك الصحية جيدة وهل كانت لديك ردود فعل تجاه لقاحات أخرى من قبل. يجب عليك أن تتذكر أن عليك الإعلام إن كنت حامل أو لديك حساسية أو تستعمل أدوية أو لديك أي مشاكل صحية أخرى. بعد التطعيم سيطلب منك الانتظار في موقع التطعيم لمدة 20 دقيقة على الأقل حتى يمكن لهم متابعتك إذا ظهرت لديك أي ردود فعل تجاه لقاحات أخرى من قبل.